واحد الفرصة اللي كنبينوا الخيل اللي عندنا لا لا البريزونتاتور لا الملاك. لولو هاد هاد المعارض اللي كيكونوا وهاد المباريات ما غاديش تشوف ما تعرفش ما تبينش ما كتشوفش الخيل اللي هي اللي كتكون عندك. مني كتجي الخيل من جديدة من بوزنيقة ومن بوزنيقة هذي كتعرف الخيل اللي ديالك واش كتنافس ولا لا. والحمد لله احنا كنشوفوا المغرب تطور الحمد لله بهذا المعرض ديال محمد السادس نصر الله اللي داير من احسن المعارض الحمد لله اللي كاينه وكتشهد عليه العالم بالنظام ديالو الحمد لله بالتحكيم بكلشي الحمد لله. كاين واحد التنظيم في المستوى الجيل الحمد لله بهذه الدوره 13 وماشي ساهل باش توصل لهذه الدوره الحمد لله. وكتشوف المنافسه ولو عام عاد عام كتشوف حتى المغاربه الحمد لله طوروا الخيل ديالهم في هاد العوام الاخيره الحمد لله. كتشوف الخيل اللي كتمشي لبرا وكتربح الحمد لله وكتشوف بحال غدا ان شاء الله غتكون غتكون كونكور ديال الدوله ان شاء الله وكتكون الحمد لله المغاربه كينافسوا فيه الحمد لله كاين تيديروا المراتب الاولى الحمد لله. وهذا الشيء كيشرفنا وكيشرف المغرب كله الحمد لله. راه ملي كتشوف هذا النيفو ديال الخيل اللي وصل الحمد لله وكتشوف حتى العراد الحمد لله داروا واحد كيديروا مجهود كبير حتى هما من الحسانة من تجهيز العاود كتشوف الحمد لله الخيل كدير واحد التنقيط الحمد لله في المستوى. ولكن كاين شي كيزيد العارض الحمد لله العارض كيديروا مجهود كبير. الحكم كيخدم على كل حكم واش كيشوف كيخدموا الجسم كيشوفوا الجسم كيشوفوا الظهر خط الظهر كيشوفوا الراس الجسم لوكور ديال العاود كيشوفوا القوائم رجلين كيشوفوا لوطرو كل حاجه الحكام كيشوفوها بدقه اي حاجه كيشوفوها عليها الحكام بسميتو. ولكن الحمد لله وهذا كيشرفك باللي راك عندك واحد العود واصل وهذا هو هذه هي البطوله. الخيل بيرسعه راه كيتميز اولا بالجمال وهي عندها واحد الرشاقه هي اللي كتشوف الخيل الاخرى ما عندهاش هذه الرشاقه اللي عندها بيرسعه من لوطرو من الموفمون من الحركات هي الدم هي عندها واحد الحركات ماشي بحال خويا الاخرين. الاثمنه ما مقداش الاثمنه كل عود والاثمنه ديالو كاين اللي عاود كيوصل 20 كاين اللي كيوصل 30 كاين اللي تيوصل حتى 100 مليون على حسب النيفو ديال العود. العود بحال دابا كيضرب الشامبيون ولا حاجه راه كيكون الثمن ديالو طالع ما كيكون الثمن ديالو حيت الناس كيشريو العود اللي طالو باش كينتجوا منه. حيت دابا المربيين ديما كيخصو يشوفوا العود اللي كيكون صالح للولاده العود اللي كيضرب بحال مثال دابا نعطيك مثال بحال العود اللي غيلعب دابا الشامبيون الا ضرب الشامبيون اليوم دار الشامبيون راه هذيك تيكون الثمن ديالو طالع حيت العود ماشي ساهل باش تلعب ودير الشامبيون ماشي ساهل. ولكن العود اللي كيوصل الشامبيون راه العود كيتسمى كاين العود جاهز للتجهيز باش الناس تولد منه تنتج منه. المغرب كله خير فيه الحمد لله زوينه ولكن ملي كتشوف دابا بحال الدول الاخرى المدينه اللي كتكون عارف هي الجديده وبوزنيقه هي اللي معروفه اللي كانت معروفه بالخيل العربي الاصيله. ولكن الحمد لله دابا المغرب كله خير فيه خيل مزيان حيت دابا هذا المعرض جاهم كلشي المدينه ديال المغرب جاو لهنا من جديده من كناس الرباط الدار البيضاء كيجيو كيتنافسوا هنا حيت هذا هو المقهى هذا هو المعرض ديال محمد السادس. ولكن الحمد لله كنشوفوا كل الخيل دابا انا كنمشي للبطولات ديال المغرب الحمد لله كنشوف المستوى طال الحمد لله. مشيت لمراكش من كناس الجديده الخيل كتكون الخيل والحمد لله كان المستوى عالي الحمد لله.